السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم في قناه عالم بنت لاله فاطمه مره اخرى مع فيديو جديد وخرجه جديده معايا في نطاق نفس الشارع وفي نفس المدينه اللي كنت فيها، ديال حطيت لكم الفيديو ديال المكتبه. نفس الشارع بويستون ستريت، غادي نمشيو لواحد البيلدين كما كتشوفوا هي داخله ليها، كتسمى بريدنشال سنتر. احنا كيسميوها هنا بريدنشال سنتر. هاد البيلدين هادي، هاد بريدنشال سنتر ديزاينات، الديزاين اللي دار اللي حطها هو الواحد المهندس المعماري سميتو تشارلز لوكمان. بدا لي هاد الديزاين ديالها وبدات الخدمه ديالها في 1960 وتسالات في 1964. هاد البيلدين هادي كتحتوي على فيها في الطول، يعني فيها 907 ديال الفيت، يعني ب 276 متر في الطول. وكتحتوي هاد البيلدين كذلك على 52 طابق، يعني 52 فلورز. فيها انواع ديال المحلات اللي فيها، فيها مكاتب عموميه، مكاتب المراقبه، وفيها ريستوروات، وفيها مكاتب يعني محلات للبيع. كانت هاد البيلدين هادي كتعتبر من اكبر البيلدينز اللي فيهم محلات للبيع بحال في مدينه بوسطن. وفي 1964 كانت يعني من اكبر البيلدين في العالم، كانت اكبر بيلدين في العالم في 1964. حاليا كتاخذ المرتبه الثانيه، يعني كيسموها اطول بيلدين في بوسطن بعد واحد البيلدين سميتها هانكوك. هذيك هانكوك على ما اظن فيها 80 طابق، هاد بريدنشال سنتر فيها غير 52 طابق. وفي خلال الليل، في الليل يعني في هاد البيلدين هادي، في الطابق الاخير كامل اللي الفوق، يعني اللي في 52 ولا قبل ولا مور فوقه، يعني تنقولوا حنا الفوق كاع، كتعطى كما شفتوا من خلال العنوان فيها 39 نايت اوف لايت، يعني كل ليل كتقدر تعطيك واحد 31 لون اللي كنسميو اللون في الليله. عندها 31 انواع ديال الالوانات، يعني اليوم تعطيك الزرق، تعطيك عاوتاني وتعطيك الحمار، تعطيك الخضار، تعطيك الصفار، تعطيك بحال هكا. عندها 31 تاع الالوان كما كتشوفوا. اي محل كما اللي طاح على بالكم تقدروا تلقاو في هاد البيلدين هادي، وكبيره ما شاء الله، واحد البيلدين كبيره لداخل، وفيها يعني ما تصورش اشنو تقدر تلقى لداخل. فيها صحاب كاين الشوكولات، كاين هذه كوديفا، يا هما من عشاق الشوكولات، ها هما يعني شكون اللي ما كيعجبوش الشوكولات. انا وحده منهم، كيعجبني الشوكولات وخصوصا دارك شوكولات. كما كتشوفوا اي نوع ديال الشوكولات تلقاو في هاد المحلات، يعني كوديفا غني يعني التعريف. هذا مايكروسوفت وورد، يعني فيها هي الاتش بي، كيبيعوا اللابتوب كمبيوتر كاع اللي مختص بالاتش بي. سنتر كورت، يعني فيها مكان للاكل يعني العادي، بحال ماكدونالد، بحال برجر كينج، بحال سابواي، يعني المحلات اللي في متناول الجميع من غير الريستورات يعني الراقيه، كاينين في الطوابق الاعلى يعني. وفيها واحد المكان غادي غير نطقو لكم، ولكن ما غاديش نوريه لكم، غادي يكون في الفيديو الثاني ان شاء الله، لان غادي نفرق هذا الفيديو على جوج. هذا البارت الاول، والثاني غادي يكون السكند بارت، غيكون نيكست فيديو ان شاء الله، لان فيها ما يتشاف. واحد البلاصه ديال ايطاليان يعني مجسدين تاريخ ديال ايطاليا تما كاين. رجعوا لهاد هادي اللي كتشوفوا فيها، هادي خاصه بالمكسرات، اي نوع من المكسرات موجود في هذا المكان. هذا سميتها بيستاشي، اي ثينك هي ايطاليا، اي ثينك سو.
فيها كما قلت لكم كل انواع المكسرات تلقاهم تما كاين. ايوا اللي سالا من اللي عيا من مساريه وسالا الشوبين ديالو وبغى يرتاح يخرج هنايا كما كتشوفوا هاد البلاصه دايرينها وسط لهاد البلد هاد بريدنشن سنتر. كتخرجي فيها كيضربك شويه ديال الشميشه، كاين شويه ديال الغربي، كاين فيها قهوه فينيكس الواحد. نخليكم بس هنايا الكراسه، كاينه شويه الشميشه يعني كراسه فين تيجلسوا، كاينه قهوه، كاين كراسه فين تيجلسوا. وهذا الناس فين جالسة، يعني وسط المول، المول تفرق فرقين ودايرين. شوف البلد اللي فيه، انت شوف هادي شنو فيها، مكرسة هي النافورة، شو كيديري ليها؟ القهوة بحال اللي جايه طالعه بحال شي ريفر صغير، بحال واد صغير، دايرين شجر، دايرين من هنا يعني الى لاحظتوا الدنيا نقيه هنايا. جاو حتى شوفوا الماء، ها الماء ما تنفرش يعني من تحت، هادوك هادوك الفوقانيين ناشفين وهابط طالع. كما كتشوفوا انا رجعت لكم مره اخرى كنسجل الصوت لان كنصداع ديال الريح بزاف. وكما لاحظتوا ولمستوا الجو كيفاش داير وشفتوا المنظر الخلاب كيفاش داير هنا وسط هاد بريدنشو. هاد اللي دايره بحال الواد الصغير هادي راه الماء كيهبط من الفوق وهابط طاير كما كتشوفوا ديك بادي من هذيك الفوقانيه وداير الماء هابط حتى لتحت، يعني منظر رائع جدا. هذا البارت 1، انتظروني في الجزء الثاني ان شاء الله، غادي تكون مفاجاه للجميع. ما عليك غير اللي بغى يعرف شي حاجه على امريكا، ما عليه غير خلي لي دير سبسكرايب ويخلي لي الاسئله من خلال الدراسه، من خلال المعيشه، من خلال اي حاجه، يعني اي سؤال كيتواجهكم خليه لي في الكومنتير وغادي نجاوبكم ان شاء الله. كانت معكم عالم بنت لاله فاطمه، ونتمنى يكون عجبكم الفيديو. ما تنساوش تشاركوا وديروا سبسكرايب وتشيروه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتظروني في الجزء الثاني بإذن الله، ونخليكم هذه بريدنشال من خلال هذه الشريطة هذه، ونخليكم هنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.